دجلون كسر، دجلون كسر. وعلامة سلامة اللي بالخاتم وأنه بالخاتم أن الله يكمل له الشرع. هذا المعنى ذكر النبي في مكة، فلما قالوا ما قالوا سطر الله مقولته وعدها سنة من سننه، فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو كان كذاب أو دجال فما حكمه؟ وما قدر الله فيه؟ قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين الوريد الذي يوصل الدم للقلب، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فسطر هذه المقولة حتى تكون حجة عليه. فلما أذن الله باكتمال التشريع يوم حجة الوداع نزلت هذه الآية: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. يأسوا من أن يكون النبي الخاتم غير محمد، لأن كان لهم أمل كبير أن يكون منه. يأسوا من أن الدين عند النبي لا يكتمل، قد اكتمل. يأسوا من أن يكون هناك شبهة ليس في القرآن جواب عليها. يأسوا من أن يكون هناك باب من أبواب الحياة يحتاج لتشريع ليس في كتاب الله والتشريع. يأس من كل ذلك. لذا قال: اليوم يأس الذين كفروا من دينهم. ثم بيّن حقيقة أنهم لما يأسوا من الكتاب ومن كمالاته وجهوا سهامهم لحملة الكتاب، حولوا حربهم من حرب على القرآن لحرب على حملة القرآن. لذا قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوهم. ثم ختم بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال: عند الدين أكملت وعند النعمة أتممت. فهل الكمال عين التمام أم الكمال غير التمام؟ ها؟ إيه ما معنى الكمال وما معنى التمام؟ يا إخواني، جاء في الدين أكملت ولم يأت أتممت، بل جاءت النعمة. الشيء الكامل كما قال أهل اللغة ما كان كاملا من أصله ولن يطرأ عليه النقص بحال أبدا. يبقى الشيء الذي كمل في أصله واستمر ودام بكماله يقال عنه كمل. أما التمام فلا يأتي إلا بعد نقصان، وقد يطرأ عليه النقصان. فدين الله الذي نزل على نبي الخاتم هو الدين الكامل الذي كمله رب العالمين للعالمين قبل خلق العالمين. فهذا القرآن بنصه سطر بكماله في لوح محفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان مما كتب هذا القرآن في اللوح المحفوظ. لذا يقسم تعالى بهذا حين يقول: فلا أقسم بما تبصر بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي في اللوح المحفوظ. وقال تعالى في موضع آخر: وإنه، أي القرآن، في أم الكتاب لدينا. أم الكتاب أصله الأول. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فنعت كتابه بصفتين: العلو والحكمة، وكلاهما صفات من صفات الله عز وجل أضفاها على كتابه. ولذا قال تعالى في موضع آخر وصفا لذاته بذلك: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فوصف ذاته بأنه علي حكيم، ووصف كتابه بأنه علي حكيم. وقال في ثالثة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذا حفظ الكتاب قبل خلق السماء والأرض، وجعل منهجا لجميع العباد إلى قيام الساعة. وفي هذا يبين تعالى أن هذا الكتاب وجد قبل خلق الإنسان، فيقول تعالى: الرحمن علم القرآن وبه بدأ. الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان وبه ثلمة، فجعل خلق الإنسان متأخر عن تعليم القرآن. الرحمن علم القرآن كتابته في اللوح المحفوظ، خلق الإنسان بعد ذلك علمه البيان بالنزول الوحي له. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وتكفل الله بعد هذا ليس فقط بنزوله عن النبي الخاتم، بل تكفل بحفظه إلى أبد الأبد حتى لا يعتريه مرة ولا يعتريه الرسل أبدا أبدا. كل الشرائع التي نزلت على كل الرسل الذين أرسلوا كانت شرائع خاصة لأقوامهم وليست عامة. لذا قال صلى الله عليه وسلم في نص حديث صحيح ثابت: أعطيت خمسا لم يعطهن نبيا قبلي، من بينها قال: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. هذا معنى خطير. كل نبي جاء لقومه، لذلك كل نبي كان خطاب لقومه. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم، وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم، وإذ قال موسى يا بني إسرائيل إني رسول الله، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل. إذا كل رسول جاء لقومه خاصة قيمة، ولم يبعث للناس كافة بشرعة عامة تامة كاملة إلا سيد الدنان في التاريخ كله. ولذلك كل الشرائع التي نزلت قبله وكل لأهلها حفظها ولم يتكفل لها بحفظها. وإذا وكل الإنسان حفظ شيء يحفظه ولكن هنساه، وإن لم ينساه الجيل الأول هنساه الثاني هنساه الثالث. بل كما قال السلف: ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. من آخر الشرائع ترى عنها يقول تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. قال: بما استحفظوا من كتابنا. استحفظوا السين والتاء إذا دخلت على الفعل عن الطلب الفعل، حفظوا قاموا بالحفظ، استحفظوا طلب منهم الحفظ. فهل حفظوا؟ أبدا أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما نزل عليه القرآن في البداية ظن أنه سيكلف بما كلف به الأنبياء من قبله بحفظ الشرع، فكان يردد الآية مع جبريل خشية تفلتها، فنهى ربه قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا، مش عليك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. في أخرى تكفل بالحفظ: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لحافظون. إذا تكفل بجمعه وتكفل بحفظه وتكفل بإقرائه وتكفل ببيانه رب العباد. أربعة خص الله بهذا القرآن لم يخص بها الشرع. الشرائع التي أوكلت بيننا نسيت، وأما شرعتنا فتكفل الله بحفظها إلى يوم الدين. هذا معنى خطير جدا. بل رب العباد يربط بين حفظه لشرعة القرآن وبين ما نزل من الشرائع على أذكر البشر. من أذكر البشر يا أخوانا؟ من أكثر البشر ذكرا وبعدا عن نسيان؟ من؟ لا لا أذكر البشر آدم. علمه ربه الأسماء كلها بحضرة الملائكة والجن، حفظ كل ما علم ولم تحفظ الملائكة ولا الجن. ولا أقول حفظ فقط، بل حفظ واحتفظ. ولذا يقول تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم في حضرة الملائكة والجن ثم عرضهم. ثم تفيد العطف مع التراخي، يعني العرض ما تم بعد تعليمه بل بعدها بسنين. إذا قال ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. ما اعتذروا بالجهل لكن اعتذروا بالعجز، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت أعلم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فدل هذا على أن آدم أذكر البشر بلا منافس وبلا منازع، ومع قوته في الذكر في حفظ الذكر والاحتفاظ به لما نزل عليه التشريع وهو أول نبي نسي التشريع.
لذا يربط القرآن بين حفظ القرآن، حفظ الله القرآن، ونسيان آدم. فقلت تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فإن كان أذكر البشر نسي، فمن بعدها يذكر؟ أبدا. لذا تكفى الله بحفظ القرآن إلى يوم الدين. كل المخططات اللي خططها أعداء الله، آلاف النسخ من القرآن المحرفة نزلوها على بلاد المسلمين على مدى تاريخ الأمة كله بمليارات الأموال، وكلما وضعوا نسخة حرفوا فيها حرف أو غيروا فيها لفظ، المسلمين حتى الأطفال الصغار اللي يقرأ سورة ويكون حافظها ويجد الآية فيها لا محذوفة أو لا مضافة، والإخوانا النسخة دي محرفة، طب اجمع بقية النسخ، تجمع وتحرق. مليارات الأموال أنفقت، وآلاف بل ملايين النسخ وزعت في المسلمين، وكلها بفضل الله جمعت وحرقت، وبقي القرآن محفوظا بحفظ رب العالمين. حفظه الله في الصدور وحفظه على السطور. وصل معنا؟ فلما قلت اليوم أكملت لكم دينكم، أي أنزلت لكم الدين الكامل الذي كان كاملا من الأزل وسيظل كاملا إلى الأبد، وأتممت عليكم نعمتي. ما تمت النعمة على البشرية إلا بالكتاب الجامع لهذا المنهج الكامل الذي جمع الله عليه العالمين من إنس وجن وملائكة وغيرهم. لذا تمت النعمة بنزول هذا الكتاب، فإن عطل الناس الوحي عادوا من نقصان يقينا. لذا قال عندنا ما تمت. أنا سقط هذا المعنى بدأ به كمقدمة حتى نخلص خلاصة، أن رب العالمين وضع منهج حياة البشرية قبل خلق البشرية، وهذا أمر متوقع من رب العالمين وغير متصور غيره. يعني هل نستطيع الآن أن نجمع الطلاب والأساتذة لعمل مدرسة، وبعد أن يجتمعوا نقول لهم الآن قد اجتمعتم نبحث لكم عن منهج؟ ولا المنهج يوضع قبل جمعهم، بل قبل وجودهم، بل قبل دعوتهم، أليس كذلك؟ لو فعلنا ذلك لعد ذلك منا عبث. فكيف ينسب هذا رب العالمين؟ يقينا رب العباد وضع للبشرية منهج حياتها قبل خلقها وإيجادها، وضعها على وفق علمه، فهو أعلم بما كان وما سيكون حين يكون كيف يكون، بل أعلم بما لم يكن المستحيل لو كان كيف كان يكون. علم الله بلا حدود. قال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. بل قال على الأصول: كل عام في القرآن له مخصص إلا هذه الآية ليس له مخصص، وكان الله بكل شيء عليما، ليس لها أي تخصيص. واضح المعنى؟ إذن ندرك هذا المنهج منهج تربوي عجيب عجيب، لتتعلم منه البشرية كيف يربى الإنسان بتربية الله له. كل قاعدة التربية التي وصل إلى الإنسان جهد بشري ضعيف عاجز، لأن الإنسان خلق ضعيف، والإنسان لا يعطي أكثر ما يملك ولا يعطي، ها؟ هيؤلف أكثر من طاقته وإمكانياته، لا يعطي أكثر ما يملك. عطاء الإنسان مهما على كعبه ضعيف جدا. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيف. الضعيف كيف يعطي عطاء بلا حد، عطاء وكامل القوة؟ أبدا. لكن الذي أنزل الوحي هو القوي، هو العليم، هو الحكيم. لما أعطى منهجا أعطاه على وفق كمالاته، أكمل منهج، أجمل منهج، أعظم منهج، أبلغ منهج. منهج البشرية كلها يعتريها العوار، يعتريها العين، وذلك كلما وضعوا منهج رجعوا. وإحنا بنشوف الكلام ده في كل المدارس وفي كل بلاد الدنيا، نعمل منهج السنة دي، طب نخلي الدراسة 6 سنوات ابتدائي ولا 6 إعدادي ولا نخليه ثانوي، ونخلي 4 و4 و4 ونخلي 3 و3، وكل سنة نغير، والمناهج اللي توضع ونضع فريق لوضع المناهج، وبعدين نغير الفريق ونحط مناهج جديدة، ويجي حاكم جديد يحط مناهج جديدة، وكلما جاء واحد وضع مناهج توافق هواه وتوافق ما عنده، مش كده ولا ايه؟ وتوافق مصالحه ولو كانت على حساب الامه. الكلام ده يا اخواننا خطير جدا. البشريه عاشت سنين تضل البشريه، لكن رب العالمين وضع لنا اخطر منهج في حياتنا، فلا احد اعلم بنا منه، ولا احد اعلم
بإمكانياتنا وطاقاتنا منه، ولا في أحد علم ما هي طاقات الإنسان، ما هي إمكانيات الإنسان الذي نود أن نشرع له، أن نضع له منهجا تربويا واضع المنهج. ما لم يكن عندها تصور بطاقات الخلق يستطيع أن يستفيد بطاقاته؟ ها يا إخواني، القاعدة التي وضعها رب العباد لكل شرائع منزلة أنها بنيت على أصلين، فيه ما يقول تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. احفظوا دول، يعني صدقا صور الله الواقع الموجود عند الخلق كأدق ما يكون التصوير في كل جيل، في كل جيل، لأن الله يعلم كل الأجيال التي وجدت والتي لم توجد والتي ستوجد حين توجد، على أي نحو توجد، إمكانيات هي عند إذا وجدت، كل هذا رب يعلمه. من غير الله يعلمه؟ من غير الله يعلمه؟ الإنسان اللي يضع تشريع الآن أو يضع منهج التربوي الآن بيبنيه على خبرته، ويود أن يطبقه على من أخذ منهم الخبرة، أبائه وأجداده، ولا يطبقه على الأجيال الجديدة القادمة، على أولاده وأحفاده. هل يتصور عاقل أن جيل الأبناء كجيل الأباء؟ طيب ما احنا أحياء، هل جيلنا كجيل أبائنا؟ وهل جيل أبنائنا كجيلنا؟ ها؟ أنا أدركت أجدادي، يعني أذكر الله يرحمه جدك الفقيه مالك، يوم ما اخترع الراديو ده ماشي معاه رايح يصلي، لقيته بيسترجع إن ده شعرت بخير جدي، حصلت مصيبة، قال لي ليه من الخيام أو شكك؟ قلت له إيه العلامة يعني؟ قال لي الحديث كان اخترع الراديو، أما لو شاف المحمول الآن، ها؟ وصلت؟ جيلنا يوم ما اخترع المحمول كان بالنسبة لنا إبداع وكعب فرد كعب نعل، كان طول كده مصباح، وأخرنا إيه؟ اتصال واستقبال. حتى لما كبر سننا نتعامل مع التليفون بأحدث التقنية، وأخرنا إرسال واستقبال. الأولاد الصغار عفريت يمسك التليفون طلع لك فيه كل الإمكانيات. هل يقارن جيلنا بجيل أبنائنا؟ أبداً. يقولنا إذا شرع جيلنا لجيل أبنائنا يعدل مع الأبناء ولكن يظلمهم، لأنه شرع لموقف ولموقع ولتصور هو لا يتصوره، هو لا يتصوره لأنه غيب في حقه، فكيف يشرع لغيب؟ واضح المعنى؟ كل قواعد التربية لو ضعها الإنسان الإنسان، هذه سنة الله فيه، مشرعها بناها على خبرة اكتسبها من جيله وجيل أبائه، ويبدو أن يفرضها على أبنائه وأحفاده. من لم يراهم ولم يرى إمكانياتهم ولم يرى طاقاتهم ولا أحوالهم، لذا يضع المنهج، يأتي الجيل يقول لك لا ما يصلحش، غير المنهج، واللي بعده غير المنهج، واللي بعده غير المنهج، ويستمر هذا التغيير إلى يوم الدين. العليم الخبير وضع تشريعه على وفق علم خبرته ده الماضي، لذا قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، مش تاريخ دين ولا جيلين أبدا، ده تاريخ الأجيال كلها عنده مدونة، وأحوال البشرية كلها عنده مرئية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أن أقيموا الدين وتفرقوا فيه. ثم إن رب العباد لما شرع هذا التشريع وهذا المنهج، وجاء في قمة الإحكام، الإنسان اللي بيضع تشريع الإنسان أو نظام للإنسان أو قاعدة تربوي الإنسان بأي صيغة نصبها، ده بيحط الصيغة والمدرسين بتاعه بيه، مش كده ولا إيه؟ ليه؟ لأن النص اللي بيضعه الإنسان نص عاجز، نص جهول ظلوم، لو أي واحد متمكن وعنده قدرة هيخترقه، لكن كلام رب العالمين حين وضع المنهج كان في قمة الإحكام، فقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. وضحت؟ الأمر الثالث أن الله التشريع وضع لمستقبل، والمستقبل غيب، والغيب لا يعلمه إلا علام الغيوب، فمن يعمل مستقبل الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد إلا رب العالمين؟ من يملك أن يضع منهج لأجيال البشرية من زمان البعثة إلى يوم الدين غير رب العالمين؟
وصل المعنى؟ إذا ندرك هل هناك مجال أن نقارن منهج الله بمنهج غيره؟ شرع الله بشرع غيره؟ يستحيل. لذا قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يبغون. فعد كل حكم عدا حكمه جاهلية لصدوره من ظلوم جهول. وهذا وصف لكل البشرية. قال تعالى: إن عرضنا أمانة هذا الدين الوحي المنزل على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهل يصدر عن الظلوم عدالة؟ وهل يصدر عن الجهول حكمة؟ وضحت؟ وقال جهول ولم يقل حتى جاهل، لو قال جاهل لمدح. جاهل اسم فاعل، جهول صيغة مبالغة، يعني شديد الجهل، عظيم الجهل، جهل مطبق. ولما أذكر صيغة تبقى عادة الصيغ الخمسة كلها، عندنا خمس صيغ مبالغة، يبقى جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل، وأبو جهل كمان حتى ولو لقبه الناس أبو الحكم. فكم من أبي جهل فينا سميناه أبا الحكم؟ في كل عصر وفي كل مصر، نسأل الله العافية عافية. إذا ندرك هل يقارن شرع الجهول بشرع العليم الحكيم؟ في وجه المقارنة يا أخواني. ولذلك العجب، القرآن لما نزل لم ينزل على غرار مؤلفات الخلق. أي كتاب ينزل يا أخواني أو أي كتاب يكتب لازم المؤلف يعمل مقدمة وتمهيد، يكتب إيه في المقدمة؟ يعرف الناس موضوع الكتاب، أهميته، الحاجة المسة إليه، ها؟ وبعدين في التمهيد يبين عظمة الكتاب وما وصل إليه المؤلف وإمكانيات المؤلف وطاقات المؤلف وقدرات المؤلف وما وصل إليه المؤلف من خبرة، مش كده ليه؟ كل ده عشان يحبب لك قراءة الكتاب. وصلت؟ طيب، ربنا بدأ لما أنزل كتابه، بما بدأ؟ عرفنا بالكتاب؟ ها؟ شرح لنا موضوعات الكتاب؟ عرفنا بمنزل الكتاب؟ أبدا. بدأ بالتربية لخطورتها وأهميتها. أقول بدأ بالتربية، بدأ بإيه؟ بأوامر. اقرأ، اقرأ أمر، أمر بس، لا اقرأ ثانية، قم قم. بدأ بأربعة أوامر لخص فيها قواعد اغتنام طاقات الخلق حتى يسمو. أخطر منهج تربوي. هنوضح، هنوضح، لأن الله رب به نبيه ورب به صحابة نبيه، حتى سمى نبيه صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء فصار قدوة وأسوة لمن؟ مش البشر، لكل البشر بما فيهم الأنبياء والرسل، بل وللعالمين بما فيهم الجن والإنس وحتى الملائكة، فهو قدوة لكل العالمين. كيف ارتقى لهذه المرحلة؟ وكيف ارتقت أمته معه حتى صارت خير أمة أخرجت للناس؟ هذا معنى خطير جدا جدا. بدأ رب العباد بمنهج تربوي دقيق جدا. اقرأ اقرأ، قم قم. أنا لا أفصل إيه معنى اقرأ دول؟ طبعا إحنا فهمنا سقيم عقيم للأسف الشديد. الصحابة كانوا معاه استوعبوا كل كلمة ونفذوه فسموا بسموها. إحنا الآن همنا أن نختم وليس همنا أن نفهم. كم مرة قرأنا اقرأ؟ ها؟ طيب ماذا فهمنا من اقرأ في كل هذه المرات؟ اقرأ الأولى فهمنا منها إيه؟ إيه المطلوب فيها؟ إحنا مسلمين وبنقرأ القرآن أليس كذلك؟ طيب حدثوني بربكم، ماذا فهمتم من اقرأ الأولى؟ ها؟ قراءة القرآن؟ واحد قال قراءة الكون، واحد قال قراءة القرآن، ها؟ حد عنده فهم ثاني؟ ايه معنى اقرأ؟ ها؟ يا شباب مش بنقرأ اقرأ؟ طب ايه اللي احنا فهمناه من اقرأ؟ ما مراد الله من اقرأ؟ ها؟ افهم. طيب حد عنده فهم تاني؟
تكلم. طيب هنفهم ولا نتكلم ونقرا في القرآن ونقرا في الكتاب؟ يا اخواني النبي نفسه صلى الله عليه وسلم على عرف قومه اقرا كما تحت اقرا في الكتاب. فلما قاله جبريل اقرا قال ما انا بقارئ، فنفى كونه قادر على القراءه، القراءه المعروفه عندنا المقاهي في الكتب في المدارس، قال ما انا بقارئ. فجاءه الامر الثاني اقرا، قال ما انا بقارئ. الثالثه اقرا ما انا بقارئ. فاكد ان القراءه المقصوده دي فهم النبي لها محصور في جانب ومراد الله جانب اخر. فجاءه البيان اقرا، مش قراءه في الكتاب اللي انت فهمتها دي ليست وارده في الايه وليس هذا محله اصلا. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان عليه. اقرا مره اخرى وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فبين ان القراءه التي نفاها النبي قراءه ما انكرها، ودعاه لقراءه ثانيه وقراءه ثالثه. يبقى عندنا كم نوع قراءه؟ ثلاثه، واحده اللي كلنا بنفهمها نفاها رسول الله، اذن لا ورود لها في الايتين. طب ايه المقصود بالايه الاولى؟ ها يا اخواني، بدا الله عز وجل بطاقات الانسان. ايه طاقات الانسان اللي بيحصل بها العلم والخير؟ ايه امكانياته؟ من اعلم به من ربي الذي خلقه؟ بل نص القران قال تعالى: هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. هل فينا واحد خرج معه علم ورثه من بطن امه؟ حد منكم نزل عالم؟ ها؟ ولا نزل بوأوأ؟ مش كده ولا ايه؟ حد نزل عالم؟ شباب. قال تعالى: هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم آلة التحصين السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. اذا آلة التحصين عندنا ثلاثه، دي الظاهره، السمع والبصر والفؤاد. ها؟ صح صح معايا؟ طيب السمع متى يبدا الانسان؟ متى يبدا الانسان يسمع؟ الله يفتح عليك في بطن امه. الاذن تشتغل والطفل في بطن امه. ليه؟ لان ربنا اعطاه خاصيه عجيبه جدا، تعيش في الماء. انت نفسك لو نزلت البحر تقول تغلق اذنيك قبل ما تنزل، فلماذا لما تدخلها الماء؟ ها؟ حد لما بينزل البحر يطلع ودانه مليئه بالماء؟ ها؟ يا شباب بتعوموا انتوا مش كده ليه؟ حد منكم نزل ميه طلع اذنيه مليئه ماء؟ طب ليه؟ ربنا اعطاها خاصيه عجيبه، اذا دخل الانسان في الماء تقفل وتمنع دخول الماء حفاظا على الطبله. الماء لو جاء على طبله الاذن هتلاقي عندك طنين ومشاكل الصبح. الطفل في بطن امه يعيش في الماء في راحه الام، الاذن مغلقه لكنها تعمل مع اغلاقها. فقعد خمس من ساعه ما يتكون طفل تنفخ فيه الروح حتى يخرج بطن امه يسمع نغم بطن امه، نبضات قلبها، الموسيقى اللي انت بتسمعوها لو وضعوها على الالتراساوند تلاقي قلب الام الطفل. كل ام لها موسيقى مختلفه عن الثانيه. عاش خمسه اشهر على الاقل يسمع هذه الموسيقى. اذا ولد ربنا اجرى له السمع عشان يميز امه دونا عن سائر النساء. اول ما يخرج الدنيا لو اي امراه شالته يعيط، اي رجل شاله يعيط. اول ما الام تحطه وتضع اذنه بس على صدرها ويسمع هذه الموسيقى يهدأ. ليه؟ الف هذه الموسيقى خمسه اشهر، خلاص اعتدى، فيميز امه عن غيرها. وسبحان من اجرى له السمع وقبل ان يولد. البصر متى يعمل؟ العين لا تعمل في الماء. إذا خرج من بطن أمه بعد 40 يوم من الولادة تبدأ أن تعمل. ولذلك الطفل الصغير في السن الأولى قبل 40
أثناء فتح عينيه لو حركت إصبعك أمامه لا يرمش لأنه لا يراه بعد الأربعين يراه. إذن ثاني آلة تعمل عند البصر، البصر أكثر الجوارح تأثيرا في القلب أكثر من السمع. أنوضح. ثم أتى الفؤاد في المرحلة الأخيرة. رب العباد بدأ بكيفية اغتنام طاقة البصر، اقرأ استعمل بصرك، استخدم بصرك، اقرأ فيه في الكون، الكون ده ايه؟ منظور، مطلوب النظر في كل ما خلق الخالق قليل او كثير، صغير او كبير، النظر وما يترتب عليه من الوان العمل، النظر، التفكر، التدبر، استخراج ما في المخلوقات من اسرار داله على جلال الله وجمال الله وكمال الله. وهذا مصدر الايمان، بل اسمى من الايمان، غايه الايمان اليقين. المؤمن لنظره في خلق الله، ايات الله الموجوده في خلقه كافيه ان ترتقي بايمانه لاعلى مراتب اليقين. ولذا صرح تعالى فقال: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فجعل التربيه الايمانيه مصدرها نظر البشر، طاقه البصر. وعد الله البصر عندنا امانه سنسال عنها. عما نسال في البصر؟ عن كل نظرة منحناها في حياتنا فيما استخدمناها. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى اللي عطل بصره لا يسأل هيسأل، واللي استخدمه خطأ هيسأل هيسأل. واضح؟ يبقى الغافل سيسأل عن غفلته لا يسأل هيسأل يقينا. فالمسلم بهذا الأمر صار مطالبا بإعمال نظره في كل لحظة في كل ما خلق الخالق. نظر، تفكر، تدبر، تسمع عليهم، استخراج ما في الخلائق من أسرار دل على كمالات الخالق وجلاله وجماله، ثم الانتفاع بما أوجد الله في هذه الخلائق من علوم أسرار. وكل علوم الإنسان التي بها يتحضر ويتقدم ويرتقي هذا مصدرها. كل علومنا التي وصلنا إليها المادية أخذت من الكون. علم الجيولوجيا من أين جئنا به؟ ألفناه ولا في الجبال اكتشفناه؟ علم الطب من أين جئنا به؟ ألفناه أم في الجسم الإنسان اكتشفناه؟ ها؟ علم الفلك ألفناه أم من خلال الفلك وصلنا إليه واكتشفناه؟ إذن علوم الإنسان مكتشفات، مكتشفات. كل البشرية تسميه اختراع ولكن مخترع، لا، هو التعبير الدقيق هو مكتشف. الاختراع أن يؤلف شيء ليس له مثال سابق، لكن نكتشف معلومة في المخلوق الموجود هذا يسمى اكتشاف. ممكن آخذ المكتشف وأنا حوره أو أطوره وأعمل منه آلة تنفع الإنسان، ده اسمه اختراع. وضحت؟ إذا ندرك هذه المعاني. جل علوم البشرية أخذت من كون رب البرية. فلما أقول اقرأ يعني انظر في كل ما خلق الخالق، استخرج كل ما فيها من علوم. المسلم مطالب، بل كل إنسان منا مطالب أن يكون مكتشف. مكتشف مع كل نظرة يكتشف الجديد لينقل علمه هذا البشرية، حتى لا يبقى إنسان حياته كلها همل، بل مبدع مكتشف. إذا تحول كل مسلم لمبدع مكتشف، من يسبق أمة المسلمين؟ ها؟ ده احنا البشرية كلها، الأرض كلها كل كام شهر يقول لك يا سلام العالم الفلاني في البلد الفلاني اكتشف الامر الفلاني. اكتشاف كل كم شهر وكم سنه من البشريه كلها، والبشريه كلها مطالبه بالاكتشاف. مصيبه كبيره، طاقات مضيعه مهدره.
في البشرية بلا حدود. جاء الأمر لاغتنام هذه الطاقة كأحسن ما يكون الاغتنام. كيف نسمو بطاقة كل إنسان من خلال البصر حتى نجعل من الأمي أمة؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يحسن خلق كتابة لكن يحسن نظر. والنبي كان أميا ورب اليمن أمر بالقراءة وأمر أميته الأمية كلها بالقراءة حتى تكتشف وتبتدع وتستخرج ما في كون العلوم. هذه معنى خطيرة جدا يا إخوان. اقرأ تربية على مستوى بل بين تعالى أن هذه التربية هي الكافية برقينا ولا سبيل آخر. قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني ذكركم شرفكم سموكم رقيكم تقدمكم تحضركم تمدنكم رفعتكم علو منزلتكم في الدنيا وفي الآخرة. جاء الوحي لينقلنا هذه النقلة البعيدة جدا 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 من خلال هذه التربية الربانية العالية جدا التي لا مثيل لها في الوجود. اقرأ واحنا لسه في أول خطوة في التربية. ألف باء اقرأ. ولذلك رب العباد فتح الباب على الصعيد قال اقرأ في كل ما خلق، كل ما خلق ستجد فيه كل ذلك. قال تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يبقى أي شيء بل وجه كل فريق لما أمامه في آيات احنا بنألفها كل يوم. الجماعة البدو العشير في البادية وأغلب أهل الجزيرة كانوا منهم، إيه اللي أمامهم الآيات؟ الجمل والجبل والسماء والأرض. وجههم إليه قال أفلا ينظرون إلى الإبل وحدد كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. طب دول عايشين في البادية والعايشين في الحضر أمامه إيه؟ الجدران الأربعة من ساعة ما يقوم لغاية منهم لا حوائط أمامه خرسانات يا خشب مش كده ليه؟ هيشوف جبل ولا جبل؟ ابدا. لكن حياه كل مام ولا في حد عايش من غير مام؟ ها حد بيعيش من غير اكل؟ وجهه للاكل قال فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبه وعنبا وقضبا وزيتون ونخله وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم للانعام. وجه كل انسان الى الوجهه التي امامه حتى يحملنا حملا على القراءه بكل صورها والوانها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان على استعمل لابد. لو أننا أعملنا طاقة البصر من يسبقنا في التربية؟ من ينجز إنجازنا؟ الصحابة يا إخواننا عملوا كده في أمانياتهم بلغوا القمة من خلال الآيات. علي بن أبي طالب أول من أسلم من أطفال المسلمين، كم كان عمره حين أسلم؟ 10 سنوات. كيف عرب ربه؟ أول ما سمع اقرأ قبل أن تأتي تفصيلات العقائد والأحكام. قرأ هو نفسه يحكي لما سألوه كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفته بالوحي ولا آية كذا ولا سورة كذا. إجابته عجيبة كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بورق التوت. أول ما قال له اقرأ طلع من باب بيته لا شجر التوت، أخذ ينظر فيه يتفكر فيه يتدبر فيه وصل للنتيجة. قال عرفته بورق التوت يأكله البعير فيخرج بعرا ويأكله الدود فيخرج حريرا ويأكله الغزال فيخرج مسكا والطعام واحد وسبحان من صنف في البطون مخرجات. دانت ثمرة القراءة. ها الصحابة الأعراب البسيطة اللي سألوه كيف عرفت ربك؟ أجب هذا قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير وسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل كل ذلك على لطيف خبير؟ قرأوا خلصوا بهذه المعاني سموا كل علوم الدنيا التي كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة طوروها وصححوا أخطاءها وعالجوا مسالبها وارتقوا بعلومها والعلوم التي لم توجد اكتشفوها وأسسوها وقننوها. يا إخواني لما نرجع إلى الصحابة هنزهل إلى أي مدى في العلم وصلوا. أنا مش عايز أفسر حتى لأن الوعظ لسه طويلة طويلة جدا. كيف يستفاد؟ استفاد الواحد بكل طاقة عند الإنسان ظاهرة وباطنة خفية حتى يسمو من كل طاقة بكل إنسان
إلى أن يكون أمة واحدة، يعطى عطاء أمة. إيه التربية؟ التربية مش مجرد إن معلومات وحفظوا كتاب وكتب، لا، التربية كيف أستفيد بإمكانيات كل إنسان كأحسن ما تكون استفادة. يبقى أنا بحدثه عن أمر يملكه ولا بديله علم لا يملكه، بحشيله خلاص في ذهنه. ولذلك الطلاب بتوعنا اللي بتحشيه يطرشوا في الامتحان، خلص الامتحان ينساه. حد يفتكر مادة اللي درسها ابتدائي اعدادي؟ ولا كله طرش في الامتحان ورجعنا خلاص خلصت ننساه وانقطع صلة به؟ ابدا، في الاسلام تنقطع صلة الانسان بالعلم ابدا، حتى يلقى الله عز وجل. بل كما يقول الامام احمد، مع المحبرة الى المخبرة، الى ان نلقى الله ونحن نجمع في هذا العلم ونعلم هذا العلم. اذا ندرك، اقرا. يقول ابن مسعود عن ثمرة ما وصل الى الصحابة رضي الله عنهم جميعا، يقول رضي الله عنه: لقد مات عنا رسول الله، مات عنا رسول الله، وما من طائر يطير بجناحيه الا اوتينا منه علما. يعني ما تركنا مخلوق يمشي على الارض الا جمعنا له. الطيور اللي صعب تتبعها، ما مر على سماء المسلمين طير الا وتتبعوه حتى جمعوا علوما. تفصيلات حياته كلها. ما تعلم رسول الله: وما من طائر يطير بجناحيه الا اوتينا منه علم. ولذلك الصحابه والتابعين والاجيال الاولى ما كانوا يفرقوا بين علم الوحي وعلم الكون، لانهم يروا الحقيقه التي ذكروها. قالوا: الكون قران منظور، والقران كون مسطور. عندنا مسطور مكتوب، فلينفرق بين هذه وتلك. ولذلك كثير من السلف الاوائل كانوا في كتب ياتوا بمسائل علميه في وسط كتب الفقه وكتب التفسير وكتب السير وكتب الحديث. بل يعني حتى الجيل الرابع، ابن عقيل الحنبلي من القرن الرابع، كم ألف في عمره؟ 200 مؤلف، منهم كتاب واحد سماه الفنون، جمع فيه كل صنوف العلوم، الكيمياء والأحياء والميكانيكا والطب والهندسة والحساب والفقه والحديث والسيرة. الكتاب ده كم مجلد؟ ها؟ تخيلوا كم مجلد يطلع؟ ها؟ الله يفتح عليك، 800 مجلد. ها؟ بضاعتنا ردت إليه. 800 مجلد. ده كتاب واحد من مؤلفاته. 800 مجلد، لم يفرق. بل ثبت أن أحد التابعين من الله عليه اكتشف علمي في طائر الطيور. يقول تلميذه، وتلميذه متابع التابعين، يقول: كان شيخي يعطيني كل يوم مسألة عشان يتأكد أنه حفظ المسألة جيدا. كل يوم يديني مسألة فقهية واحدة لا أكثر. وكانت هذه حقيقة سياسة عند كثير من التابعين. أبو بكر بن عياش كان أي طالب يأتي يطلب منه حديث، كل زيارة يديله حديث واحد. إن قال له زود شد عليه شدة كده، يقول له: هذا الحديث طلبنا ضربنا أكباد الإبل شهرا ذهابا وإيابا حتى نأتيك بالحديث، وأنت الآن تأخذه مجانا. انصرف. بل وصل لمرحلة يدخل باب بيته الطالب يدخل وراه: يا عم علمني. لغايه ما الراجل مش عارف حتى ينام في بيته، راح رابط لهم كلب على الباب، كلما دنا احد هوهو عليه يجري. فانتظروه خارج الباب، اذا ذهب المسجد يستلمه من باب المسجد البيت اللي باب المسجد. هاتك اسئله عشان تعلم من حاجه. ويجلس معه. طب الطالب الاول ياخد حديث سمعه، يسمعه الباقيين معه، والثاني عايز حديث ثاني، فيبقى في الاخر طلع بحصيل. لغايه ما في امه الكلب هجموا عليه مره اخرى، فبكى ابن عياش قال: لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف عن المنكر. وصلت إلى هذا الحد. وصل هذا الفقيه يقول: كان شيخي يعطيني كل يوم مسألة، فدخلت عليه يوما وجدته يحتضر بموت، فحييت أن أسأله عن مسألة اليوم، فعاجلني هو قال: يا فلان. قلت: نعم سيدي. قال: مسألة اليوم
مني الخفاش كمني الرجال. معلومة صادمة دي، سمعتوا الكلام ده قبل كده؟ مني الخفاش كمني الرجال في ايه؟ في كل اوصافه، لونه لونه واحد، لزجته لزجته، رائحته رائحته، كثافته كثافته، كميته كميته. عارفين الخفاش؟ الطائر اللي يشهد الفأرة وينام مقلوب رجليه الأعلى ورأسه الأسفل، ويتحرك بالليل ويختفي بالنهار. مني الخفاش، ولذلك أنثاه تلد لا تبيض. مني الخفاش كمن الجن. طب دي المسألة اللي الشيخ اديها له يوم وفاته، معلومة خاف يموت وتدفن معه، وعز من يعلمها لأنه مكتشفها، فعلمها للتلميذ. طب هتفيده في ايه دي؟ ها؟ قد تستهين أنت بالمعلومة ولا تدري من أين تؤتى. مرت الآن تلميذ هذا أصبح فقيه الأمة الأول، فاختاروه قاضي القضاء وزير العدل، وحدثت مشكلة كبيرة. الخليفة خرج في غزو، ويوم عودته امرأته تزينت له تهيأت داخل على حجر نومه، ففوجئ بمنية حارة على فراشه، فجاء من امرأته قال: من أين جاء هذا؟ من سبقني إلى فراشي؟ المرأة تقسم ما أدخل أحد ولا مسها أحد، والرجل شايف مني في الفراش حار حديث. احتدم الصراع بينهم، قالوا نحتكم إلى قاضي القضاء. احتكم رسول العدل، قال دلونا على المكان. دخل جاب في المكان، ففوجئ خلف الستارة بخفاش. قال: علمني شيخ ساعة احتضاري أن مني الخفاش كمن الرجال، فهذا من هذا، وحلت المشكلة. وصلت في معلومة تضيع؟ أبدا، بل ذكروا في الخفاش معاني عجيبة جدا. قالوا لأنثى الخفاش دورة كدورة النساء، أيام تحيط فيها أو تلد فيه أو تطهر فيه، دورة كدورة النساء. بل قالوا الخفاش قهقها كقهقهة الرجال، يعني ممكن تبقى جالسين في الغابة بالليل وتسمعوا أصوات بالقهقه ها ها ها، وتظنوا مع فريد وتاخد بعضهم وتجروا. هم حبة خفاش. وصلت يا شباب، شباب اعملوا رحلات في الغابات، تنبهوا لهذه المعاني. إذا ندرك ما تركوا معلومة تهم الأمة وصلوا إليها حتى دونوها. إذا ندرك كل دي معاني اقرأ، كيف استفادوا بهذه الاستفادة الرهيبة، فطوروا كل العلوم القائمة وأتوا بمئات العلوم الجديدة التي لن تسبق في البشرية قط من خلال إعمال النظر. اقرأ بسم ربك الذي خلق، يبقى أول آية لإعمال آلة البصر. ثاني آية: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان معنى. أقرأ إيه؟ القراءة الجديدة قراءة في إيه؟ في القرآن المسطور، بعد الكون منظور الكون المسطور القرآن. طب أقرأه إزاي من نفسه القراءة الكتابة؟ أعمل حاسة السمع، اسمع الوحي وأعمل قلبك وذاكرتك، هيحفر القرآن في صدرك، حفظ هتقرأه من صدرك من غير ما تقرأ الكتاب. الحافظ يقرأ من صدره ولا يقرأ؟ ها؟ الصحابة جلهم أمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ومع ذلك كلهم كانوا حفاظ. حفظوا إزاي؟ يقول ابن سعود وابن عباس وغيرهم: كنا إذا نزل على القرآن نحفظ. إزاي؟ عشر آيات، عشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. وصل المنهج؟ هو ده منهج الصحابة. لو كل إنسان فينا عكف كل يوم عشر آيات يقرأها ويقرأ تفسيرها ويرى تطبيقها، بفضل الله في عام واحد وثمانية أشهر يخدم القرآن حفظا وفهما وعملا. منهج صعب ده؟ ولا منهج تربوه من أخطر المناهج؟
الصحابة لم يعلم لهم كتاب اجتمعوا عليه غير القرآن، واللي عنده كتاب يسمع عنه الصحابة قرأوا فيه يأتيني باسم الكتاب ومؤلفه. حد سمع؟ أحدكم سمع؟ أبداً، لم يرى فيهم القرآن. بل في بداية الأمر خاف النبي أن تختلط السنة بالقرآن، نهى مع كتاب السنة فاكتفوا بكتاب القرآن، وكانت السنة تتناقل سماعاً فقط. لكن جمعوا القرآن في صدورهم وجمعوا السنة عن طريق أسماعهم، فبآلة السمع لما أعملوها صار القرآن والسنة بالكامل في صدورهم. الصحابة فهموا هذا والتابعين فهموا هذا، فحرصوا على أن يستفيدوا بطاقات السمع عند أبنائهم. يقول سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة قلنا من تابع التابعين، يقول لما بلغت من العمر عامين سنتين فقط وأحسنت الكلام بدأت أتكلم، كان أبي يحفظني القرآن كل يوم من 10 آيات، 5 أول النهار و5 آخر النهار، يبقى في اليوم كام؟ 10. قال فأتم الله لي الحفظ وأنا في 4 من عمري. يبقى كان كم عام ما ختم؟ 4 سنوات. هل يصعب عليكم الآن جميعا أن نفعل ما فعل والد سفيان مع سفيان؟ يصعب؟ نبدأ. الطفل يبدأ ينطق، نبدأ أول شيء ندخل على قلب القرآن، احفظ يا ابني 5 آيات غنيها معايا، قل هو الله، قل أعوذ رب الناس، هاي أغنية همشد هيحفظ. حفظ كل يوم 5 أول النهار تأخذ 1/4 ساعة، و5 آخر النهار 1/4 ساعة، وصل عمر عميم أصبح حافظ القرآن. اللي حفظ القرآن وأعمل ذاكرته وسمعه وطاقاته المترتبة على السمع في عمر 4 سنوات وأصبح حافظ القرآن، ماذا نتصور من تحصيله بقية عمره؟ سفيان بن عيينة لما حفظ القرآن في هذا السن مبكراً، طب يروح فين؟ يعطل طاقاته؟ لا، يستفيد. جمع كل الأحاديث حتى صارت كل أحاديث رسول الله الصحيحة والحسنة والضعيفة في صدر سفيان مع درجاتها وأحوالها ورواتها وإسنادها، حتى صار علم الحديث كله مع علم الوحي كله في صدر سفيان. كان أمة، كان أمة. يوم مات يبكي عبد الله المبارك وقل لقد دفن اليوم ثلث العلم في الأمة، ثلث العلم أمة. أمر ثاني يا إخواني، الطفل لما يحفظ القرآن 4 سنوات ويبدأ يحفظ الأحاديث عقبال ما يروح أولى ابتدائي، يبقى وصل فين؟ وصلت طلاب اللي معاه في المدرسة، من منهم عنده ما عنده؟ طيب لما يلاقي كل اللي حواليه حبة عيال صغيرين ولا فهمين حاجة في أي حاجة، يبقى أنت جعلت منه رغم أنفه قائد، أي طالب حوله هيسأله هيتعلم منه هيقدمه في المجلس. ليه؟ لأن عنده ما ليس عنده. إن طلبوا آية أجاب، إن طلبوا حديث تكلم، من يسبقه؟ فأنت جعلت منه رغم أنفه قائد، وكل من حوله سيتخذه قائد. يبقى احنا خرجنا ابن طالب ولا خرجنا قائد؟ قائد. انت وضعته في موضع القيادة رغم أنفه ورغم أنف من حوله، فإذا كان هو القائد يقبل ان يبقى هو متأخر عن طلب زمايله، وذلك هتلاقيه ماشي في درسته الأول على طول. الأزهر القديم يا إخواني قبل تدميره على يد عبد الناصر اللي سماه التطوير، كان هذا شأنه طالب الأزهر قبل عام 64. عشان يقبل الطالب في أولى ابتدائي أزهر كانوا يشترطوا له حفظ القرآن كاملا وحفظ ألفية ابن مالك عشان يقبلوه في أولى ابتدائي. فاللي داخل أولى ابتدائي ولا يشترطوا السن، يعني لو أتم الحفظ عمره 15 عام يقبلوه في أولى ابتدائي. وصلت؟ أتمها في 4 سنوات يقبلوه في أولى ابتدائي، فهو لا يشترط سن لكن يشترط الحفظ. حفظ القرآن والألفية في 4 سنين يدخل ابتدائي، في 15 عام يدخل ابتدائي، في 7 عوام يدخل ابتدائي، ولذلك تلاقي الفصل فيه الصبر كبير، لكن كلهم على مستوى واحد. اللي أتم حفظ القرآن والألفية يعجزه أن يقرأ أي كتاب من كتب السلف؟ كان النتيجة أن الطالب الأزهري كان إذا أخذ الثانوية العامة ما كانش يسموها الثانوية العامة، كان يسموها إيه؟ يعني العالمية؟
الثانويه الازهريه اخواني في هذا التوقيت كانت في كل دول العالم تعادل الليسانس والبكالوريوس. اذا اخذ الليسانس ما كانش اسمه الليسانس، كان اسمه العاليه، تعادل بالدكتوراه في كل دول العالم. وصلت؟ ولذلك مشايخنا القدامى كلهم، الشيخ سيد سابق والشيخ الغزالي ومحمد عبده وغيرهم، كل دول اخذوا الليسانس وفي كل دول العالم عدلوها بالدكتوراه. لان مستوى عالي جد جد. تخيل لما تفعل هذا مع ابنك، تجعله في السن الصغيره قبل ان يدخل المدرسه حافظ القران والسنه، من يستطيع بعد هذا ان يدخل الباطل على قلبه؟ هيقول له البنت دي حلوه، يقول له زنا حرام. الولد ده هيقول له ده حرام. جاهز. كيف يضله غيره؟ بل هو المطالب بتوجيه غيره. زمايله هيسالوه طب المشكله الفلانيه نعمل فيها ايه وفلان؟ مطالب ان يدرس وان يبحث وان يرد. كل ده انت وضعته على اخطر محك، جعلت منه قائد بلا اختياره، بما مكنته من اعمال طاقه السمعين. اقرا وربك الاكرم. عرفنا القراءه؟ اذا استعمال اله السمع وحدها كافيه ان تجعل الامي امه، فما بالنا والمسموع ليس اي مسموع، ده القران. لذا قال اقرا وربك ايه؟ الاكرم الكريم. طب وين الفرق بين الاكرم الكريم؟ فرق كبير جدا. الاكرم صيغه تفضيل وليست منكره بل معرفه. كل جيل فيه كرماء، يتفرد واحد يقال عنه هذا اكرم الجيل، يبقى اكرم فاق كل الكرماء في جيله. لكن لما نقول ال اكرم يبقى فاق كل اكرم في كل الخلق. الله. وهل تقارن صفه الاكرم عند الخالق بصفه الاكرم عند المخلوق؟ استحاله. الفارق بين الله وخلقه كالفارق بين هو بس الامر المتناهي والامر المحدود. ها رحم الله الخضر لما وقف مع نبي الله موسى وراى عصفور ينقذ منقار عصا في البحر، فقال الخضر لنبي الله موسى اتدري كم اخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال لا شيء اذكر. قال فعلمي، علم الخضر اتاه الله من دون علمه، وعلمه علم موسى وده واحد من اعز الرسل من خمسه من اعلم اهل الارض في تاريخ البشر كله. قال فعلمي وعلمه وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي اخذ الهدهد من ماء البحر. يبقى كرمي وكرمك واكرم كل الناس في كرم الله قطرة في بحر الله لا ساحل له. فلما نقول اقرا ربك الاكرم يبقى وراها اكرم، ولا وراءها كرم بلا حدود. ما دام قال الاكرم يبقى وراها ايه؟ كرم. اذا سيعطينا الله من خلال القراءه في القران عطايا لا نهايه لها، ومعاني لا نهايه لها، وعلوم لا نهايه لها. هذا ما فعل اكرم. الاكرم اقرا ربك الاكرم. ثم قال الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. علم القلم العلماء قالوا كم علم؟ قالوا مجموعتين من العلوم. من العلوم اولها مجموعه علوم الكون كلها. القران وجه لكل علوم الكون، بل دقائق العلوم التي يصعب تحصيلها انسان حددها وعينها ووجه الانظار والاسماع اليه. عجيب. الوقت لا يسمح بالتفصيل اكثر من هذا، كان نفسي اضرب امثله حتى نرى هذا. لا يمثل لنا مره بالبعوضه، مره بالذبابه، مره بالشجر الاخضر، مره بالبحر في اللوجي وغيره. النماذج يا اخواني لو فصلنا فيها انت هتذهل. شيء فوق طاقه العقول البشريه، يستحيل الانسان يصل اليه اصلا الا ما نذر ورب العباد وجه اليه. على سبيل المثال لما قال في وصف اعمال الكفار قال او كظلمات في بحر اللجي، عامل جد ها يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراه. متى تتحقق هذه الظاهره؟ من راها؟ يحضر الموقف لبحار امريكي اسلم، يقول سمعت هذه الايه
قلت من أعلم محمد بالبحر ولم أسمع أنه ركب البحر في هذه قط. دي ظاهرة تحصل في البحار وفي البحار عميقة جدا. قال فأخذت وأنا أجوب الأرض كلما وجدت السحاب غطى الأرض والأمواج هادت ومادت أخرج يدي أراه. قال فظللت على هذا الشكل حتى أذن الله أن يريني الآية. وفوجئت في يوم بريح شديدة جدا لكن عكس اتجاه التيار الأمواج وعكس اتجاه السحب. السحاب يمشي في اتجاه الموج نفس الاتجاه. قال ففوجئت مع سرعة الريح المعكوسة إذا بها تعكس الأمواج وتعكس السحب. الطبقة القريبة من الأرض أصبحت السحب تمشي في اتجاه عكس السحب الأصلي. فأبا سحاب من الشمال للجنوب والسحاب الأدنى من الجنوب للشمال. الأمواج نفس النظام، موجة البحر في اتجاه وجه البحر مع سرعة الريح جعل له أمواج عكسية، فموجة عكس موجة وسحابة عكس سحابة. قال في هذه اللحظة أخرجت يدي لم أراها. قلت من أعلم محمد بهذا الذي ندر أن يره بشر، عز أن يره بشر، أن تأتي أمواج عكس الأمواج وسحاب عكس السحاب فتظلم الدنيا حتى لا يرى الإنسان يده. أنا بضل المثال الأمثلة كثيرة جدا في القرآن. كيف وجه القرآن لهذه الدقائق توجيهات عجيبة جدا جدا ليس هذا من تفصيل. إذا كل علوم الكون احتواها حتى صار القرآن كون مسطور، وصار الكون من خلال هذا القرآن قرآن منظور. وضحت الخلاصة؟ ده أول مجموعة. المجموعة الثانية أضاف القرآن للبشرية مجموعة علوم لم يكن للبشرية بها سبب معرفة. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى جمع منها أكثر من 104 علم كلها علوم حديثة لم تكن البشرية تسمع عنها ولا تراها ولا تفكر فيها قبل نزول القرآن. هو علم الخرائط إيه؟ علم التجويد إيه؟ ناهيك عن سائر العلوم. سائر العلوم الوقت لا يسمع تفصيلها الآن، لكن هناك علوم من أندر العلوم جاء بها القرآن تفصيلا تفصيلا. كان نفسي أفصل لكن عارف الوقت ضيق. إحنا بقى كام عشان؟ ها؟ بس ده احنا لسه بنسخن. طيب الأمر لله هختصر وسبقوني في الاختصار المخل، أرجو أن يكون مخل. إذا اقرأ الأول الثانية، اقرأ أبو الأكرم قال الذي علم القلم جمعت مجموعتين علوم، علوم الكون وعلوم القرآن. ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم، ودي جمعت مجموعة من أنذر مجموعات العلوم التي جاء بها الوحي ولا سبيل للبشرية إليها، لا في السابق ولا في الحاضر ولا في المستقبل. باختصار شديد مجموعة علوم من علوم الغيب من علوم الله التي لا يعلمه سواه ساقها الله لنا في القرآن تفصيلا تفصيلا. منها على سبيل المثال الحصر، كيف بدأ خلق الخلق؟ الإنسان والجن والملائكة والحيوانات والسماوات والأرض. هل هناك أحد من الخلق شهد؟ رأى؟ طب هل استعان الله بأحد حتى يحكي لنا ما رأى؟ قال تعالى ما أشهدتهم لا الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا غيرهم من الخلق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أمر لم نشهد، ما علمنا به، ما سلطاننا أو سبيلنا للوصول إليه. كيف بدأ الله الخلق؟ لما يأتينا بتفصيل هذا العلم أليس هذا يقينا علم غيب؟ ولولا أن الله بينه ما علمناه. ده نرد المثال، التطورات العلمية اللي وقعت على الكون منذ خلق الله الخلق إلى يوم الناس هذا من يعلمها غير الله؟ لما يحكيها لنا تفصيلا التطورات حصلت على الإنسان على الحيوان على الجان على الملائكة على السماوات على الأرض، مش التطورات بتاع الدور
ويطلع يفترض لك افتراض ونظريه ويسمى نظريه نشوء ارتقاء، وتدرس في المدارس ايه نظريه نشوء ارتقاء، يقول لك اصل الانسان كان اصله اميبه بخليه واحده وتطورت وتحولت بقت بخليتين، بعدين بقت سمكه، وبعدين تحولت لحيوان برمائي يعني بقت ضفدعه، وبعدين تحولت لقرد، وبعدين بقى انسان. الله يرحمه شيخنا الشيخ عبد اللطيف مشوري، شيخ وشيخ الشيخ كشك على فكره. كنا بنسأل يا مولانا ايه رايك في نظريه الدرو؟ قال لي يا ابني واحد بيقول انا قرد ابن قرد، هو حر يبقى قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، احنا بشر ولاد بشر، كلكم لادم ادم تربى. وصلت؟ واحد يقول انا قرد ابن قرد وكلب ابن كلب، هو حر، سميها نظريه سميها، لكن تفرض هذه على الناس وتدرس الطلب والى الان تدرس؟ هذا خبل. رب العباد تحدى أن يكون لأحد علم ببداية الخلق. قال تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أإله مع الله قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. اللي عنده معلومة يجيبها لنا، يجيبها لنا ندري، هذا غيب يقينا لا يعلمه الا الله، ولولا ان الله علمنا اياه ما علمناه. من اين اتى علمه؟ المستقبل كله من الان الى الابد. ما الذي يحدث للانسان عند موته وبعد موته وفي قبره ومبعثه ونشوره وحسابه ويوم القيامه ويوم الخلود في الجنه او في النار؟ كل هذا التاريخ من الفه لياءه هذا غيب. من يمكن له ان يتصور فيه موقف؟ فكيف يؤلف فيه؟ رب العباد ذكره تفصيلا، أليس هذا كله غيب؟ ولولا أن الله بين ما عرفناه ولا في سبيل لمعرفته؟ التقدم العلمي هيخلينا نصف يوم القيامة؟ نصف يوم الخلود؟ نصف الجنة والنار؟ سلامات. ده رب العباد لما وصفها قال أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكر رب العباد لما وصف الجنة شيء فعلا يفوق الخيال، الخيال. ها لما وصف، اقول انا اتكلم مش عايز افسر، لما وصف الشجر ولما وصف الحور العين ولما وصف جلسات المقربين وجلسات الابرار شيء يفوق الخيال. صحيح، خليها في محاضره اخرى عشان لا نختم موضوعنا. واضح؟ اذا ندرك بل من الغيب انت روحك اليست غيبا؟ كل انسان فينا يقر ان له روح، والروح داخله ولا خرجت؟ داخله. ما علم البشريه بالروح؟ احنا في القرن 21 ومن ادم الى يومنا هذا البشريه تبحث عايزه تعرف معلومه عن الروح. هل وصلنا لمعلومه؟ ها اين علومنا بالروح؟ ده سر حياتنا وسر وجودنا. هل كان الانسان قبل ان ينفخ الروح شيء؟ وهل يصبح الانسان بعد نزع الروح شيء ولا جيفه عندنا؟ هو ده الانسان. اذا فالمرء كما قال السلف بالروح لم يشرك الانسان. ما علمنا بالروح التي هي سر حياتنا اصلا وسبب وجودنا اصلا؟ لا علم. كيف نحيي ارواحنا؟ كيف نسمو بارواحنا؟ كيف نتعامل مع ارواحنا ونحن نجهلها؟ المرء عدو مجهل، فكيف يقوم روحه جاهل بها؟ رب العباد وضع لنا كل قواعد التعامل مع الروح حتى تسكن، بل بين ان سر الروح في القلوب، وذلك الروح ارتبطت بالقلب، وجعل القلب النابض اللي احنا نعرفه هو عينه القلب العاقل اللي بيدير حركه الجسم كلها الماديه والمعنويه. ما في عصب يتحرك الا بامر القلب، ما في خيوط متحرك الا لما تصله دماغ القلب والتعليمات. ندرك ما هو القلب العاقل؟ ما معرفتنا بالقلب العاقل؟ اخرنا القلب النابض اللي احنا بنلمسه، لكن العاقل اين علمنا به؟ ده الملك المتحكم في كل حياتك وهو سر حياتك، واذا انتهى القلب انتهيت. وذلك الروح ارتبطت به، الروح لما تموت تطلع من اين تطلع؟ من اين تخرج؟ تطلع من القلب على الترقوه، ومن الترقوه على البلعوم الحقوق، بعدين تطلع بره الملائكة تاخذها ملك الموت تسحبها. لذلك ربنا يقول كلا اذا بلغت التراقي
إذا وصلت روح الميت أمامكم ترقوة ترك هذه المنطقة ها أسفل الرقبة الضلعتين دول العظمتين دول سموا التراقي فبقول كلا إذا وصل بلغ التراقي يعني وصلت الروح خرجت قد وصلت هنا هنا يبدأ التحدي قيل من راقي من يرقي هذا من يعالجه أين الطب وأين الأطباء أين العلم وأين العلماء أين الساسة وأين السادة إذا وصلت الروح التراقي حد للسلطان لسه لم تخرج هل يستطيع أحد ردها القلب مرة أخرى طيب فما بالك لو وصلت الحلقوم تحدنا مرة أخرى قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير راجعين إلى رب العالمين ترجعونها إن كنتم صادقين لو رجالة صحيح رجعوا يبقى احنا رجالة ولا أضعف من الضعف أمامها طيب هل جمع الله الروح ولا مرة في القرآن لماذا لم يذكر الأرواح في القرآن كله؟ ها؟ ومن أمر ربنا نحن نفهم ها؟ إذا ندرك طيب الروح وسرها في القلوب مع القلب والروح أوجد الله خمسة قوة تساعد القلب وقد تكون عون له أو عون عليه وسمها في القرآن النفس والنفس غير القلب غير الروح الفرق بين النفس والقلب والروح حد يعرف احنا عندنا خلي بالك النفس وفي طاقه ثانيه خطيره سماها البال وكلنا نستخدم كلمه يا ابن الله يصلح بالك حد منكم لم يسمع هذا الدعاء من ابيه وامه الله يصلح بالك هل احد منكم لم يسمع صوت الابوين يا ابني خلي بالك حتى الشباب الان ها يلعب مع دول ها فلان بلي بالك مش كده ليه طب ايه بالك ما البال احنا في الضياع طيب من قوة الصدر العاطفه الفطره الهوى عندنا خمسه قوى مع القلب ما معلومات البشريه واحنا في قدر 20 عن قوة الصدر الموجوده في صدر الانسان هل وصلنا لشيء ده احنا لخبطه ما حصلتش يقول لك عندنا علم اسمه علم النفس ايه علم النفس اي مرض معنوي عندنا يبقى علم نفس طب قد يكون العيب في البال المشكله في الهوى المشكله في الفطره المشكله في القلب وهو بعد النفس سلامات ولا هو فاهم الفرق بين النفس ولا البال ولا العاطفه كل سنه طيبين وضحت بل علاجاتنا في الهوى بس في الهوى كلنا نبلغ السعادة ولا في حد بيدور على الشقاء؟ ها؟ هل وجدت نفس بشرية تبحث عن الشقاء؟ يقول ابن حزم الأندلس في كتاب تهذيب النفوس جبل الله كل النفوس على دفع الشقاء عن نفسها وجلب السعادة لها، لكن هل تنال السعادة؟ أين نبحث عن السعادة؟ في المال، في النساء، في الجاه، في السلطان، في كثرة الأتباع، في حب الإخوان، مش كده ليه؟ طب والسعادة فين؟ في البال واحنا بندور عليها فين؟ في المال نفس التاني خالص نسأل رحم الله حسن بصري سألوه ما السعادة؟ لخصها في ثلاثة قال السعادة طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال وكلها قوة صدري ما علم البشرية بها؟ لا علم كيف نسعد من لا سبيل له للسعادة؟ مش عايز أطول رحم الله الشاعر المحروم عبد الحميد الديب كان شاعر يعني ايه ابتلي فتره طويله بالفقر فالرجل ايه كل ما يدور على سكه عايز يغنم ما يلاقيش سبيل الله العظيم فكرتني باخر اللي انا فاضي راح الواحد يعني باول رؤى قال لي يا مولانا قال له شفت رؤيا عجيبه جدا وفخير فقال له ايه الرؤيا؟ قال له شفت كذا وكذا وكذا قال لها هتعيش فخير سنة قال لها وبعدين قال لها هتتعود عبد الحميد دي كان هذه النوعية حتى نظم قصيدة مع حاله فقال إن حظي من دقيق فوق شوك بعثروه وقالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه إن حظي من دقيق
فوق شوك بعثروه وقالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه ها إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه ها كيف أنتم تسعدوه إلا ربنا أشقاه ولم يعرف أن السعادة في نفسه وقلبه وباله من اللي يجيب له السعادة هيعيش تعيس ويموت تعيس نسأل الله العفو والعافية إذا ندرك قوى الصدر من يملك تقويمها في الإنسان من يعرفها أصلا حتى يقومها ويصح مسيرتها ويعالج آفاتها وأمراضها والأعوار التي تتعرض لها من يملك هذا غير الله لذا صرح تعالى فقال إنه تعالى عليم مش عالم عليم صيغة مبالغة بلغ علم النهاية إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إيه ذات الصدور دي؟ ها؟ كل هذه القوى السبعة إحنا عندنا الصدور فهي حصلناها في المنبوس حصلنا الصدور في الضلوع والعضلات في الرئتين في القلب في المريء والملعون مش كده ليه؟ نعرف في الصدور حاجة ثانية؟ حد فينا عرف أن في الصدور الروح والقلب العاقل والنفس والبال والعاطفة والفطر والهوى؟ حد عرفها؟ ها؟ ولعل كلمات أول مرة كنت تسمعوها وانتوا إخوة ملتزمين تقرأوا القرآن ولذلك القرآن يخوان ميز بين أقداره لما لهذه القوة الصدرية وبين أقداره لبعضها كثير من الناس أول ما تقول في الصدور يبقى القلب ويصرفها على القلب النابض أبدا أبدا يا إخواننا ما في الصدور اللي جعله الله معين لامتحان الإنسان هذه القوة السبعة قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم يبقى جعل الابتلاء لإيه؟ لكل قوى الصدر مش القفص الصدر مش الابتلاء للضلوع العضلات ولا الملعوم والمريء ولا الرئتين ولا القلب الواحد النابض ابدا يا اخواننا الابتلاء لكل هذه القوة وليبتلي الله ما في صدوركم واحد يقول القلب لا القلب رب العباد استخرجه بالنص بنفس النص قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم فجعل الابتلاء القلوب والتمحيص للصدور والتمحيص القلوب وفي اخرى يقول افمن شرح الله صدره يبقى شرح الايه لكل قوى الصدر سبعه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله فجعل الشرح للصدور والقساوه القلوب الى غيرها من الايات يا اخوان موضوع خطير جدا 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 كيف نقوم الانسان من خلال هذه القوى السبعه كيف نستفيد بهذه الطاقات السبعه خلاص الاذان طيب ارفع الاذان في وقت بعد الاذان هو بتصوم 8:30 ساعه 8:30 ساعه صلي ونرجع ان شاء الله بعد الاذان طيب تنزل يبقى 5 دقائق عشان لا انا عارف ان وراكم مصالح وعايزين تناموا وسهرين من الجيف كله بكره ارفع الاذان خلاص ممكن ننزل وبعد كده لا مش قادر عشان ده بس عشان لو طلعت بلاش قادر خليه مريض موضوع كبير جدا وبنختصر ففي ثلاث يعني موضوعات سريعه ايتين وحديث نحسبه قيام ليل بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد اخواني طاقات الصدر كلها طاقات وهبها الله لكل انسان منا ولا نعرفها ولولا ان الله عرفنا اياها معرفه بل وضع لنا قواعد التعامل معها وتربيه الانسان من خلالها كيف نعمل طاقه روحي كيف نستفيد بطاقه قلبي كيف نستفيد بفطرته بنفسه بعاطفته بسعر هو صدري رب العباد لخص لنا هذا الباب كله في آية هي يقول تعالى يا أيها الناس خاطبا كل بشرية قد جاءتكم موعظة من ربكم لما يقول ربكم مع المربي إلا بيقول من ربي فما المربي قد جاءتكم
موعظة من ربكم، بس الآن، وشفاء لما في الصدور. ما يقول جامع البيضاوي الشاطبي وعلم أصول من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدور، يبقى تشمل أمراض الروح والقلب والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى. ما من شبه ولا شهوة ولا مرض يعتري أي قوة من هذه القوى إلا وفي القرآن شفاؤه. علمه من علم وجهل من جهل، وجهل نبينا فيه لأن العليم بنا بالقرآن نصص عليه. مع ملحوظة دقيقة، لما قال شفاء لما في الصدور ولا صدوركم، طب لماذا لم يقل ما في صدوركم والخطاب من أول آية لنا؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وكم تقعدوا شفاء لما في صدوركم، لماذا عدل الرب عنها؟ لماذا لم يقل في صدوركم وقال ما في الصدور؟ هذا أسلوب بلاغي عند العرب يسموه أسلوب الالتفات. حول الحوار من خطاب، كيف الخطاب؟ للغيب. هذا يسمى التفات في اللغة. هذا الالتفات لماذا ساق ربنا؟ ليبين لنا عظمة هذا الكتاب في أنه لم يعالج أمراض صدور الوحدة، بل كل الخلائق التي وجه القرآن إليها من إنس وجن وملائكة وغيرها عالج الله أمراض صدورها في القرآن. معنى رهيب. هذه الآية لو علمها أعداء الله اللي بينفق سنويا مليارات الأموال في العلاج النفسي، لو علموا حقيقة هذه الآية وحدها لقاتلوا عليهم بالسيوف. هذا علم خطير عند المسلمين لا يعلمه العالم، ولو علمه العالم لتكالب عليه بل لقاتلون عليه. أخطر ما عندنا من علوم والبشرية في أمس الحاجة إليها، وللأسف الشديد أهل الإسلام ناموا عنها. وشفاء لما في الصدور، صدور من؟ صرح في موضوع آخر فقال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يبقى لو هو شفاء لما في الصدور، صدور من؟ يقين العالمين. وضحت؟ وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم بيّن عظمة هذا الموضوع بالذات فقال قل هذا الأمر كله بفضل الله ورحمته، محض فضل الله عليه ورحمة بنا وبالعالمين. قل بفضل الله ورحمته فبهذا فليفرحوا، بذا فليفرحوا، ولا فبذلك؟ قال فبذلك. الفرق بين ذا وذلك؟ يفهم القرآن بقى. ها؟ اللغة ذا اسم إشارة القديم، فيقال ذا أو هذا. الهذا تدخل على ذا يسموه عرف ذنبين، فتقول هذا أو ذا. المتوسط تقول ذاك، البعيد جدا تقول إيه؟ ذلك. طب ربنا هنا يكلمنا على القرآن موجود أمامنا وعلى حاجة بعيدة، لم يقل فبهذا أو فبذا يشير القرآن الذي بين أيدينا، لا، قال فبذلك ليبين أن العلو هنا والبعد ليس بعد مكان بل بعد مكان. فبذلك السمو والرقي العالي الذي نزل بالقرآن الكريم ليرتقي بطاقات الخلق والعالمين إلى أسمى مراتب الرقي، فبذلك السمو فليفرح. لم يقل فبهذا الكتاب، فبذلك ليبين بعد المكانة للمكان. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما الذي يجمعون؟ المال والنساء والجاه والسلطان والأولاد والكراسي والمناصب، كل ده مما نجمع. اللي عرف هذه الآية عنده ما يفوق كل ذلك. رحم الله عمر بن الخطاب لما أرسل خادمه ليحصي له ابن الغنيمة، مع الفتوحات الكثيرة الغنائم تطرح كثيرة جدا، فالغلام أعياه عدها، فجاء اعتذر قال يا أمير المؤمنين لم أقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته. سيدنا عمر ما احتمل هذه الكلمة منه فسحب دبرته وأخذ يعني يداعبه على ظهره يقول ويحك ويحك، كل الذي رأيت مما يجمع خلقه
أما فضل الله ورحمته ففي وحيه، ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مجموع. هذه الآية وحدها تحتاج لشروح حتى نعلم البشرية كيف ارتقى الله بالإنسان بكل طاقته التي خفيت على كل البشر حتى جعل منه أسمى البشر، أسمى البشر. وأنا هكتفي بنموذج واحد رسول الله. كيف ارتقى مش بكل تفصيله، بطاقة واحدة من تفصيله، طاقة القلب. إلى أي مدى وصل عطاء قلب رسول الله؟ حد يعرف؟ نعم، خلي بالك. النبي يصف لنا حلقا صلى الله عليه وسلم، سموه صلى الله عليه وسلم ابو خلف. طب زيدوا لك صلى الله عليه وسلم تعبانا بشكلكم بتحبوا، هنختم الدرس نختم. عايزين ارتجب الناس. ها صلى الله عليه وسلم ايوه صح صح الدنيا احساس انكم صحيح بس ما بتوش مني صلى الله عليه وسلم. إذا المدر كان المعنى النبي يصف لنا قلبه وسكون في الاختصار. أنا بختصر موضوعات كبيرة جدا بخلق. هذه الآية شرحت في يعني أكثر من 30 محاضرة، فإحنا عشان أختصرها في 10 دقائق 5 دقائق صعب جدا جدا. لذلك أرجو أن أكون مخلا واضح. إذا ندرك النبي يصف لنا حال قلبه فيقول: إني لا يغام على قلبي، إني لا يغام على قلبي، فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. إيه معنى يغام على قلبي؟ ها؟ حد يعرف؟ إيه معنى يغام؟ إيه وقت تشرح وتقول يران؟ الران غير الغين، كلا بل ران على قلوبهم. الران أثر الذنوب على القلوب، وعنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها يصف حال القلوب فيقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن، أحداث الدنيا كلها حلوها مرة تسمى الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها استسلم لها نكتت فيه نكتة بيضاء. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء. لم يقل بقيت القلوب على حالها، خلي بالك. يبقى المعصية أثرها نكت سوداء، والطاعة أثرها نكت بيضاء. إيه النكت دي؟ النكت السوداء تسمى الران. كل نكتة سوداء من دول تدمر مركز القوة في القلب. وعلى العكس كل نكتة بيضاء تعطي قوة جديدة لمراكز القوة في القلب. فقوة القلب ثلاثة رئيسية: همة وعزيمة وإرادة. الطاعات ترتقي بمستواها وتضاعف عطاءها، المعاصي تضعف عطاءها وتقلل من طاقتها. معنى خطير جدا. رحمه الله عبد الله مبارك قال: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانا. معاني خطير جدا. النبي يصف قلبه ليعلمنا بعد هذا الحديث وأن أثر الطاعات ترقية وسمو لطاقات القلب. يعني ممكن مع الطاعة تلاقي همته ارتفعت 10 درجات 15 درجة 100 درجة على حسب الطاعة. المعصية تنزل طاقته، والقلوب بين هذين. النبي يصف قلبه يقول: إني لا يغان على قلبي، يعني غان يعني أبذل ما في وسع قلبي من طاقة مع كل عمل. فأبدأ أول نهار وسع قلبي فين؟ أقصى همة أقصى عزيمة أقصى إرادة مع أول عمل، خلاص أديت العمل بأجمل ما يكون. يأتي العمل الذي بعده، الطاعة الأولى ترفع قوى القلب نكات بيضاء، فتقوى الهمة تقوى العزيمة تقوى الإرادة. في ثاني عمل يفاجئ إن عطاؤه فيه همه أعلى من الأول،
وعزمه أعلى من الأول وإرادته أعلى من الأولى بكم درجة؟ ما تعيدش، ممكن بدرجة وممكن بين درجة، ماشي؟ فلما يلاقي قلبه ارتقى يعتبر العمل أول تقصير فيستغفر منه ويتوب. يفعل هذا الأمر في اليوم كم مرة؟ 100 مرة. لو قلنا في كل مرة ارتقى درجة، يبقى في اليوم ارتقت طاقات قلبه كم درجة؟ 100 درجة. كيف ممكن في المرة الواحدة ارتقي 100 درجة؟ يبقى في اليوم كم؟ اضرب 100 في 100، دخلنا في 10,000، يبقى في عمره كام؟ في عمره كام؟ كيف ارتقى بعطاء قلبه لمراحل تحير حتى أعطى أسمى ما يكون في كل ميدان؟ انت حدثت عن القيادة فهو أسمى قيادة، انت حدثت عن العبادة فهو أسمى عابد، انت حدثت عن الحياة الزوجية فهو أسمى زوج، انت حدثت عن حياة نبوية فهو أسمى أب، حتى صار أب مش لأولاده، للعالمين، أب للكل. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، بس أن وأزواجه أمهاته. كيف ارتقى بأمهات المؤمنين حتى جعل من كل واحدة منهن أما لكل البشر، أم تعطي عطاء أم للكل، شيء عجيب، شيء عجيب. كيف سمى في حياة الزوجية حتى تصل أسمى زوج، أسمى أب، أسمى ابن مع أبائه وأعمامه، أسمى واصل للرحم، أسمى معلم، أسمى متعلم في تلقي الوحي. كيف وصل لأعلى المراتب، أعلى المراحل، صار قدوة لكل الخلق في كل المجالات، صار قدوة للإنسان، لكل إنسان بما فيه الأنبياء والرسل، صار قدوة لكل الجاه بما عندهم من مهارات، صار قدوة لكل الملائكة بما عندهم من روحانيات. كيف سمع على كل هؤلاء حتى صار قدوة لكل هؤلاء؟ كيف اقتدى الإنسان بمن دونه ونقتدى بمن فوقه؟ يقينا بمن فوقه. كيف صار رسول الله قدوة للعالمين؟ شيء يحير، يحير. من خلال طاقات قلبه سمى هذا السمو كله. هقرب أمر مثال خمس. حياته الزوجية وصلت فيه؟ يكفي أن نعلم الآية أن الله جعل من زوجاته أمهات المؤمنين. إزاي ارتقى نساءه لهذا الحد؟ بل إزاي ارتقى نساءه لأكمل حياة في الدنيا قبل الآخر؟ عايش الجنة في الدنيا. تقول أم عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى لرسوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قالت عافى الله في هذه الآية رسوله من شرط العدل بين النساء لكثرة مهامه التي كلفه الله بها. مع كثرة المهام مطلوب إصلاح العالمين، مطلوب أن يصلح الإنس والجن أجمعين، مطلوب أن يربي الإنس والجن والملائكة وسائر العوالم، مطلوب أن يرتقي بأسوأ البشر اللي وجد في عصره ليجعلهم أسمى البشر قبل رحيله. كيف حول أسفل أمة لأرقى أمة؟ كيف حول أظلم أمة لأعدل أمة أقصتها؟ شيء عجيب. أنت عشان تفعل هذا مع واحد تفني عمرك وقد لا تجد مرادك، لكن كيف فعل النبي ذلك مع البشر كلها، مع الجن، عالم الجن، حتى سمعوا بسموه العفاريت. إيه والله العفاريت يا أخوان، وسائر الخلائق، الحيوانات، الحشرات، الطيور، سمت في عصره بسموه يزوم حوله. كيف وصل هذه المراحل؟ مع كثرة المهام عفى الله بشرط العدل بين النساء بعد ما رقى نساءه وتولى الله تربيتهن. لو خطرت ببال واحدة خاطرة القرآن ينزل يوجهه. على سبيل المثال مجرد أسر النبي لواحدة منهم بحديث حدثت به من ورائه نزل وحي بها، شرط القرآن يتلى. ها؟
وإذا سر النبي إلى بعض أزواج حديثا فلما نبأت به أظهره عليه عرف بعضه وأعرض بعض. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني الخال علم خبير. ومن تولى التربية رب نبأك. إن تتوب إلى الله فقد سقت قلوبك، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربهم تلقون إلى آخر الآيات. كيف رب الله لنبيه نساء، وكيف رب الله النبي صحابته حتى سمى الكل في وقت واحد. سمو عجيب لا مثيل له. كما قلنا من قرطبي، لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعدوا ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يقترب منهم. ويقول ابن القيم كان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبذ وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. غبار. كيف رب الله نبيه نساء؟ هذه الثمرة عجبة جدا. يعفيه من شرط العدل. تقول أم عائشة عافاه الله في هذه الأيام من شرط العدل وأبى رسوله إلى العدل. كان نتيجة ما فعل إيه؟ قال ذلك، مش هذا، ذلك السمو اللي وصلت إليها رسول الله مع نسائك وصلهم لفين؟ قال ذلك أدنى أن تقر أعينهم. كل واحد فينا معه واحد غلبان يتيم. هل كل واحد فينا استطاع أن يوصل امرأتي لأن تقر عينها مع كل أفعاله وأقواله؟ اسمع بقى بقية الآية. أن تقر عينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. كلهن مع تسعة في وقت واحد. كيف وصل التسعة لهذه المرحلة؟ انقرت عيون التسعة ولم يوجد حزن في قلب واحد من التسعة، وراضي التسعة بكل ما صنع رسول الله جهده. كم واحد فينا يستطيع أن يفعل ذلك مع واحدة؟ أن تقر عينها ولا تحزن وترضى بكل ما أتاها زوجها. يعرف يعملها مع واحدة؟ الله يرحم شيخنا الشيخ كيف أخي لنا فاضل يقول له مولانا ألا نفسك تتجوز البعض من وراحتي؟ قال له أبني جربت الوحدة؟ قال له لا. قال له جرب واحدة ساعتها تصوت تقول يا رب ما فيش نص على قدي. وصلت؟ فاحنا عايزين ايه؟ عايزين نص على قدي. لكن ارتقينا ما ارتقينا. كيف ارتقى النبي بنساء لهذه المراحل لن تحير؟ خلاصة القول يا إخواني، جاء الوحي ليرتقي بقلب رسول الله حتى صار القلب في قمة عطائه في كل ما يرى وما يسمع، في كل ما يفعل، في كل ما يعتقد، في كل ما تصور. وصل لأعلى المراتب في كل شيء، أعلى المراحل في كل شيء، مش في شيء. معنى خطير جدا جدا، حتى يصف الله لنا قلبه. وأن القرآن بكامله، الكتب نزل، كان نزل كتاب جملة مرة واحدة، القرآن أبدا نزل من الله إلى سمع رسول له قلبه. لما حدثنا الرب عن نزوله لم يذكر السمع. ليه؟ لأن السمع قد يرد. في ناس بتسمع ولا تسمع، وأهل الكتاب قال هذا واسمع إيه؟ غير مسمع. وقال تعالى هم يسمعون ما استمعوا إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون. يسمع ولا يفقه؟ ملايين الخلق هذا حال. لكن سيد الخلق لما سمى قلبه سمى بسموه سمعي، حتى كل المسموع الموحى إليه ما عطل السمع أمرا واحدا. ولذا قال تعالى وإنه القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على سمعك. أبدا، قال له على قلبك لتكون من المنذرين. فجاءنا الوحي كله مرورا بقلب سيد المرسلين، عمل به أداه وبلغه إلينا ونقله. الله، معنى خطير جدا. قضية كيف نصلح قلوبنا، كيف نسمع بضخات قلوبنا، تحتاج لسلسلة محاضرة. كيف نصلح النفوس، كيف نصلح الأرواح، كيف نصلح البال، كيف نصلح سائر الأوصاف. كل دي قوة موجودة عند كل الخلق، لكن حتى القوى التي تباينت بين العباد واختلفت منها على سبيل المثال العصر الموهبة. القرآن عبد إلى واهب الخلق موهبة موهبة وسمى بالناس من خلالها. كيف نكتشف الموهبة؟ كيف ننميها في الموهوب؟
كيف نجعل الأمة كلها تستفيد من موهبته فيعطي للأمة عطاء أمة فيكون أمة واحدة من خلال موهبة. أنا بدي في هذا الموضوع 30 محاضرة في الموهبة بس، وكلها جمع الله في آية واحدة فيها يقول تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. العفو الموهبة الزيادة التي آتاها الله له في خلق من الأخلاقيات حتى يستطيع أن يعطي ما أعطى أمة، ولم يوجد مخلوق بلا موهبة، لا يوجد إنسان بلا موهبة. كيف نكتشف موهبته؟ كيف ننميها حتى يعطي من خلالها أعطى أمة، لأن الله أعطاه فيها طاقة عالية جدا جدا بوسعه أن يسعى الأمة كلها من خلالها فيصبح عنصر فاعل في الأمة، فلا يوجد مسلم يعيش همل ويموت همل. معاني خطيرة جدا جدا. كيف استفاد الوحي بكل طاقات الإنسان ومواهب الإنسان وأوقات الإنسان ثانية ثانية حتى جعله في أقصر الأوقات بلغ القمة في العطايا كلها. أخطر منهج تربوي وجد في التاريخ. احنا بنقص منهج التربية المدرسة الأولاد والمنهج التربوي ومحاضرات ولقاءات واجتماعات، وتركنا المنهج الأصيل منهج الرب المربي الذي ربى أسمى جيل في الوجود، الذي ربى العالمين الواحد، بل ربى أسمى العالمين من إنس وجن وملائكة. فما سمى أحد ما سمى أهل هذا الواحد من إنس وجن وملائكة. واضح المعنى؟ سامحوني في هذا الاختصار المخل جدا، أرجو أن أكون كذلك، لكن يعني أحببت أن أنا أعطي بس إشارة سريعة حتى نتفحص هذه المعاني الخطيرة جدا في قواعد التربية. طبعا لعلك أول مرة تسمع عن التربية في هذا الأسلوب. ها؟ كنا وكل جاي وحاضر إخواننا هنعمل حضارات في التربية، هنتكلم بقى على قواعد التربية وأصول التربية. لا، التربية بهذا المنهج ستسمو بها كل طاقة فيك. بصرك أسمى بصر، سمعك أسمى سمع، لسانك أسمى لسان، أسمى لسان. كيف يسمو في كل كلمة يخرجها؟ كل كلمة. فكرك أسمى فكر، موهبتك أسمى موهبة، صدرك أسمى صدر بكل قواه. لم تصبح عاطفك فوق كل العاطف، فطرك فوق كل الفطرات. عجيب جدا جدا كيف ارتقى الله بطاقات الإنسان التي لا يعلمها منه ولا يعلمها غيره حتى بلغ به القمة في كل واد وناد وفي كل اتجاه. وصلت؟ ماشي القمة في حاجة؟ لا، في كل حاجة. لعلي أكون يعني اختصرت الموضوع اختصار قاتل شديد جدا، ولعلي أكون يعني وفيت شيئا ما منه لعظم هذا الموضوع وكبره وشدة حاجة الخلق إليه. البشرية اللي حرمت من هذا الخير محرومة، محرومة من أعظم ما من الله به علينا كأمة. لو علم الناس ما عندنا لجلد ما عليه السيد. فكيف إن جهلناه نحن أبناء الوحي وأهله؟ أكتفي بهذا القدر حتى نطلع عليك بعد نكبر من المغرب الآن. أسأل الله تعالى أن يشرح صدره صدور الوحي. اللهم اشرح صدورنا الوحي واشرح صدور الوحي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم إنا عبيد بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم من كل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة حلما وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصراط هاديا وفي الجنة مرتقا ورفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا بآداب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن، انفعنا بالقرآن،
ارحمنا بالقرآن، شفعه فينا يا مسحاب، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعلم بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصته، اجعل اللهم جمعنا مرحوما وتفرقا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة لرضا الا قضيتها ويسرتها، برحمتك يا ارحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وعلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله اخذنا الفجر غدا عندنا محاضره في مسجد ريتشموند، في مسجد ريتشموند وايضا فجر الاثنين قبل السفر. المغرب بدأ من محاضره في الهدايه، مسجد الهدايه، يعني اسال الله